جينا اخذنا معادله جي اوف تي. جي اوف تي سهله اه، هي بس عباره عن 1 0 ماينس 1 0 1 بس معرفه على. راح اجي اقول هاي جي اوف تي بتساوي عندي تي اكبر من او تساوي 0 اقل من 1، تي اكبر من او تساوي 1 واقل من 24 مشان تي اكبر من او تساوي 24. هلا هون فيش حاجه اوقف هون، هي نفس الفانكشن. مش هاي نفس الفانكشن وهاي نفس الفانكشن وهاي نفس الفانكشن؟ ايش هاي الفانكشن؟ فرابولا معكوسه نازله نزول لتحت، اه الراس تبعها فوق وهي نازله لتحت، فرح يكون معامل التي سكوير نيجاتيف. عندي هون رح اكمل ل 26، بعدين رح اخذ هلا من 26 الى 49، وبعدين رح اخذ من 49 الى 50، وهون حطيت الايكوال ساين على الجهتين، اه ما فيش عندي تعريف بعدين. هلا عندي هون جي اوف تي بالمرحلة الأولى شو بيساوي؟ عندي هون بيساوي 1، طبعا الوحدات أنا راح فيش حاجة أضل أكرر الوحدة، هون إحنا عارفين الوحدات كلهم هون متر بير سكند كيوب، 1 بعدين 0 ناقص 1 0 1، أوكي ماشي؟ إذا هي عندي هذا الكيرف، هي وصفته هون بيس وايز. ناخذ الان اي اوف تي. هلا الطريقه في اكثر من طريقه زي ما حكيت، انا رح اضل ماشي على الجرافيكال ميثود، بامكانكم تحلوا بطرق ثانيه. الجرافيكال ميثود انا بلاقي من اسهل الطرق، كل واحده من هذول انا عارف الفانكشن تبعتها وبعرف انها بتمر في بوينت، او اذا كانها بارابولا بعرف ايش راس البارابولا، بقدر احطها بالشكل العام. فالشكل العام بخط عندي واي ماينس واي نوت يساوي كي او سي في اكس ماينس اكس نوت. هذه معادله لخط ايش ماله؟ ايش مواصفاته؟ بمر بنقطة x نوت y نوت والسلوب تبعه c، والمعادلة هاي y ماينس y نوت بتساوي c x ماينس x نوت تربيع، ومعادلة لايش؟ بارابولا. لبارابولا، البارابولا رأسها موجود في النقطة x نوت y نوت، والمعامل تبعها c. طبعا هذا إذا كان نيجاتيف تكون داونورد، وإذا كان بوزيتيف تكون طالع لفوق، اوكي؟ حط هدول على جنب، ممكن ضلنا نستعملهم وبتسهل عليك. الطريقة الثانية هي طريقة التكامل. الطريقة الثانية اللي هي ايش بقول؟ باجي بقول اف اف اوف تي مثلا في اوف تي بدها تساوي في اوف تي نوت زائد من تي نوت لتي اي اوف تاو دي تاو. مش هاي المعادلة العامة؟ عند أي نقطة لما ببدأ فترة معينة، بداية الفترة هي تي نوت، خلينا نحط هذه هون تي نوت زائد، مش هيك؟ مش هاي المعادلة العامة لأي فانكشن؟ عندي باخذ الفانكشن من هون إذا كانها مثلا في أوف تي، بقول في أوف تي بتساوي الإنيشال فاليو زائد عمالي بكامل من الإنيشال فاليو لتي. هذا إيش الإنتجرال بنسميه؟ شو بنسمي الإنتجرال اللي زي هيك اللي هون مش كونستنت فيه هاي؟ هذا كونستنت، بس هذا مش كونستنت، متذكرين؟ فاينل لا امبروبر اندفنت 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 انتجرال، يعني ما بيطلع رقم معي. شو بيطلع معي؟ فانكشن. ولانه هذا تي وفاريبل، هون ايش استعملنا الفاريبل؟ تاو. شو بنسمي تاو؟ دمي فاريبل. عشان هذا اندفنت انتجرال، وتاو از ايه؟ دمي فاريبل. دمي فاريبل متخلص منه، بنخلص منه بس نخلص الانتجريشن بنختفي. از ايه؟ دمي فاريبل. طيب خلينا اذا نعمل هلا المعادله تبعت ايه، اذا اطلعنا على ايه عندي هون، هي بمر في نقطه من النقاط هدول، اسهل نقطه اخذها انه بمر في النقطه زيرو، بعدين عندي هون خط مستقيم هون كونستنت، هون عندي هذا السلوب تبعه ماينس جي، هون السلوب بلس جي، هون السلوب ماينس جي، وهكذا. خلينا ناخذ A of T ونحط نفس الشيء هذول. هلا T اكبر من او تساوي 0 اقل من 1، T اكبر من او تساوي 1 واقل من 24، T اكبر من او تساوي 24 واقل من 26، T اكبر من او تساوي 26 واقل من او تساوي 49، واخر شيء T اكبر من او تساوي 49 واقل من او تساوي 50. ناخذ اول شيء في البدايه
عندي هذا الخط هون الخط عندي اذا بدك تطبق هاي المعادله اللي هون معناها عندي y ماينس 0 مش هيك بتساوي x ماينس 0 ومضروبين هدول في j وj بوزيتيف j 1 فصفرت عندي هاي بتساوي j اوف t او تساوي t بالحاله هاي مزبوط j لانها 1 بعدين بعد هيك انا باخذ الفاينل فاليو هون ايش راح يكون ل a اوف 1 مش هيك بعوض محل t 1 فصار عندي هذا كله راح يكون 1 فايش راح يكون الفاليو هون بعدين كملنا هون هلا صار عندي معادله فيها ماينس جي او ماينس 1 مش هيك فالسلوب هون راح يكون ماينس 1 ايش النقاط اللي بمر فيها هذا اسهل نقطه اخذها اذا بدكم هاي النقطه 25 هاي ايش النقطه 25 و0 مش هيك ف25 و0 فبصير عندي y ماينس 0 بتساوي x ناقص 25 بس انا عندي ماينس 1 شو بتصير محل الاكس بحط t محل الواي بحط a of t a of t بصير عندي a of t بيساوي ماينس t زائد 25 اللي 25 ماينس اوكي بعدين عندي هون الفاينل فاليو تبع هاي قديش راح يكون هون لو عوضت a of 26 شو راح تكون؟ راح تكون 25 ناقص 26 اللي هي ناقص 1 اللي هي هاي القيمه اللي موجوده هون هذه ناقص 1 واخر شيء عندي عندي هون خط مستقيم اسهل نقطه بمر فيها استعملها اللي هي هاي النقطه مش هيك ايش هاي النقطه 50 و0 مزبوط كل فاهم ليش هاي 50 و0 الاحداث الاكس قديش 50 والهذا هو فبصير عندي هون هلا y ماينس 0 بتساوي زائد 1 في x ناقص 50 فبتصير عندي هاي t ماينس 50 طبعا هذا كله وحدته هون متر بير سكند سكوير